شركة التسهيلات من الجهات المركز يعني دائما يلجأ لها في حاجة يعني في الأشياء اللي هو يحتاجها، لأنه صراحة يعني سنويا قدم تبرعات إلى للمركز دائما دائما من نطلب منهم أي شيء ما يقصرون، دائما إذا بقول طلبنا وفرون لنا الأشياء اللي إحنا محتاجينها. طبعا أنا أتقدم بجزيل الشكر إلى شركة تسهيلات البحرين على دعمها المتواصل إلى مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز. قررنا في شهر رمضان 2018 إن إحنا نقوم بشيء مختلف عن كل سنة، فبدل ما نتبرع بشكل مباشر حبينا إن إحنا نشجع الناس إنهم يشاركون في الأعمال الخيرية، فسوينا فيديو اسمه الخير منه وفينا عشان نشجع هاي المبادرات اللي تساهم في خدمة المجتمع. وعقبها قمنا بمشروع إفطار صائم واللي تطوعوا فيه الموظفين إنهم يوزعون وجبات الفطور على اللي في الشارع. شركة تسهيلات البحرين ما قصرت، دعمتنا، كانت تدعمنا سنوياً مالياً لما احتاجينا السبورة الذكية والطاولة الذكية. تسهيلات البحرين بعد دعمتنا. شركة تسهيلات البحرين لأن هي شركة رائدة ودائماً تبدع في تقديم العمل الخيري، فكانت تطرش لنا الموظفين اللي عندها، ساعدونا وسهلوا علينا عملية الحسابات الأكاونت، كانوا يساعدونا حتى في عملية التقنية، ادعمونا، حسينا بالثقة في الأمان. يعني إنه أوكي السنة هذه البجت حصلنا عشان نسوي هالمشروع، عندنا فكرة ثانية أو لتحسين، نعرف إن في ناس الله سخرهم لنا إن يساعدونا إن شاء الله فيها. كلمة حق يعني إحنا نقولها، تأخذ وتعطي في المقابل. تسهيلات البحرين إحنا دعمتنا من العزل من 10 سنوات، هذه الدعم هذه عطى سعة حق الخدمة الاجتماعية في البلد، وهذه الخدمات نقدمها احنا مجانا حق الناس هذه. لولا فضل من الله ودعم تسهيلات البحرين لما كانت هذه الخدمة توفر مجانا حق المواطنين. الدعم هذه يشمل مو بس اطفال روضة أزهار الحرام، انما يشمل المجتمع البحريني، يشمل من موجود على هذا الأرض الطيبة، سواء كان بحريني أو غير بحريني، دام الخير من الموجودة والناس تبي الخير فإحنا قاعدين نوصل الخير لهم إن شاء الله.